السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي محاولتي لتعويم الجنيه، جبت السلطانية فيها شوية مية وجبت الجنيه المصري الجميل بتاعنا وحاولت اني اعوم الجنيه في البيت. حطيت الجنيه على وش المية والحمد لله الجنيه عايم وزي الفل اهو. مع الوقت بدأ الجنيه يتأثر شوية بالتعويم وبدأ انه ينزل لتحت. حاولت طبعا اني انقذه كذا مرة وعومه تاني، ولكن في كل مرة بقى ينزل أسرع من المرة طبعا اللي قبلها بذلت محاولات كتير في إني أحاول أنقذ الجنيه وأحاول أعومه من أول وجديد، ولكن كل مرة كان بينزل إلى القاع. وفي المرة دي بدأ يلف حوالين نفسه، معرفش دايخ ولا مرهق ولا فيه إيه، وبرضه كل مرة أحاول أعومه ألاقيه بينزل إلى القاع. هزرنا كتير وحفلنا كتير قوي قوي على موضوع تعويم الجنيه وسعر الدولار اللي كل لحظة في الطالع، واكتشفنا ان في ناس كتير جدا ما يعرفوش يعني ايه تعويم الجنيه. بعيدا عن الهزار اللي هزرناه والتحفيل اللي حفلناه، جايين نتكلم ونعرف الناس ايه هو تعويم الجنيه وايه هي اسبابه وايه هو مردوده على الاقتصاد وعلى المواطن. تعويم الجنيه يعني البنك المركزي شال ايده خالص من تحديد سعر صرف الدولار وساب الدولار لآليات السوق اللي هي العرض والطلب، يعني هيعتبر زيه زي أي سلعة، طول ما الطلب عليه كتير ومتزايد كل ما سعره هيرتفع، وكل ما المعروض منه يقل برضه سعره هيرتفع. وطبعا زي ما كلنا عارفين إن احنا عندنا أزمة في العملة الأجنبية وفي الاحتياطي بتاع العملة الأجنبية، يعني المعروض منها قليل والطلب عليها كتير، طلب عليها كتير لأن احنا بنستورد حاجات كتير جدا، وطبعا المستورد اللي بيستورد ده بيدفع بالعملة الصعبة أو بالعملة الأجنبية أو بالدولار، وطبعا صادراتنا من الناتج القومي المحلي قليلة جدا، وبالتالي مفيش دولار جاي، والسياحة لوحدها طبعا مش هتقدر توفر كل المطلوب من العملة الصعبة. طب ليه بيتم تعويم الجنيه وبنسيب سعر الدولار لآليات السوق إن هي تحدد سعره؟ تم طرح فكرة تعويم الجنيه من قبل رجال أعمال وخبراء في الاقتصاد نتيجة الأزمة الاقتصادية القوية اللي بيعاني منها الاقتصاد المصري، والخبراء شايفين إن تعويم الجنيه هيحل مشكلة نقص العملة الأجنبية، كمان هيتم القضاء على مشكلة فرق سعر العملة الأجنبية ما بين البنوك وما بين السوق السوداء اللي وصل ل40%، وده رقم كبير جدا والنسبة دي في تزايد مستمر. طيب يعني ايه العرض والطلب على الدولار في السوق؟ نظرية العرض والطلب في السوق يعني احنا بنستورد السلع من الدول الاجنبية وطبعا بندفع بالدولار او بالعملة الاجنبية، وبالتالي بنحتاج كميات كبيرة من الدولار، وده طبعا بيخلي طلب متزايد على الدولار، وطالما في طلب متزايد على السلع زي ما احنا لسه قايلين من شوية سعرها هيبقى فيه تزايد مستمر. بينما لما هنيجي احنا نصدر منتجاتنا وانتاجنا المحلي لدول اخرى هيدفعوا لنا هم بالدولار، وهو ده لب الموضوع ان احنا صادراتنا اقل بكتير جدا من الواردات، بنستورد كميات مهوله في المقابل صادراتنا معدومه، وطول ما المشكله دي موجوده سعر الدولار هيفضل في تصاعد مستمر. المشكله دي مش هتتحل الا اذا كانت صادراتنا اكتر من وارداتنا. نيجي بقى للسؤال المهم، ليه يتم تعويم الجنيه الآن؟ زي ما قلنا من شوية إن رجال أعمال وخبراء في الاقتصاد رأوا حتمية وضرورة تعويم الجنيه للخروج من عنق الزجاجة في الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها الاقتصاد المصري ونقص في الاحتياطي بتاع العملة الأجنبية، وده لأن التعويم بيحدد القيمة الحقيقية للجنيه، يعني السعر اللي حضرتك شايفه دلوقتي او لما تدخل على جوجل وتعمل سيرش عن سعر الصرف هي دي القيمة الحقيقية للجنيه. طبعا رجال الاعمال وخبراء الاقتصاد شايفين ان ده هو انسب حل للخروج من الازمة، كل ده طبعا في صالح رجال الاعمال علشان جذب استثمارات جديدة وخفض معدلات البطالة وتوفير العملة الاجنبية وتوفير النقد الاجنبي ورفع الاحتياطي، بس كل دي اسباب فرعية. السبب الحقيقي والسبب الرئيسي هو بعثة صندوق النقد الدولي اللي على اعتاب اعطاء مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهم اللي طالبوا بضرورة
تعويم الجنيه المصري لتحديد قيمته الحقيقية قبل اعتماد القرض، زي ما طالبوا برضو برفع الدعم، وده اللي حصل واللي بيحصل واللي مازال بيحصل. كل ده من وجهة نظر الاقتصاديين ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد في مصلحة الاقتصاد القومي. طب تعالوا نشوف ايه أثر تعويم الجنيه على المواطن. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، كده تعويم الجنيه يعني رفع الأسعار، سواء مستوردة غير مستوردة، مصنوعة تحت السلم، كل حاجة أسعارها بترتفع، وبالتالي رفع مستوى التضخم. وطبعا الحكومة بدل ما ترفع الاحتياط النقدي عن طريق تنشيط السياحة أو زيادة الصادرات أو زيادة الناتج المحلي، فكرت في الحل السهل. الحل السهل هو تعويم الجنيه، القروض من عدة دول والودائع من السعودية، من الإمارات، من الصين، قرض صندوق النقد الدولي. لكن أنت يا مواطن لك الله، حبيت بس أوضح يعني إيه تعويم الجنيه وليه بيتم تعويم الجنيه، لأن طبعا من امبارح السوشيال ميديا مقلوبة على تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار، واكتشفت ان في ناس كتير جدا مش عارفين يعني ايه اصلا تعويم الجنيه. فنتمنى من الله ان الفترة دي تعدي على خير، واتمنى اكون قدمت لحضراتكم معلومة مفيدة. ما تنسوش لايك الفيديو وسبسكرايب القناة، متابعة على فيسبوك وتيك توك وانستجرام. اشوفكم على خير، سلام.